الاختلافات طبعا سبب اساسي في تغيير المناخ، فانا فكرت وقلت يعني ليه المخلفات بدل ما هي تبقى حاجه ضاره ليه ما تبقاش حاجه مفيده ونافعه لينا وللعالم كله. ففكرت ان احنا نعيد مخلفات البلاستيك والازاز والورق والكرتون ونعيد تدويرها بطريقه مستدامه، بحيث ان هي تبقى حاجه تستخدم وحاجه يكون ليها فايده بدل ما تبقى حاجه ضاره وملهاش فايده. إعادة التدوير هو فن من الفنون، يعني زيه زي أي فن تشكيلي، وإحنا طبعاً بناشد المسؤولين وبناشد الدولة إن يكون فيه اهتمام بالفن دوت، حتى الناس اللي هم بقى عندهم موهبة إعادة التدوير يعني يتشجعوا ويبتدوا إن هم يطلعوا إنتاج أعلى ويبتدوا إن هم يعني يحسنوا من البيئة بتاعتهم ويستفيدوا من المخلفات ديت. Thank you.